السلام عليكم يا احلى وارقى متتبعات، مرحبا بكم على قناتكم فاميلي ناس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم استعداداتي للدخول المدرسي. هكا غادي نشارك معكم ان شاء الله التحضيرات اللي نقوم بها المسبقه، سواء بما يخص اللباس ديالهم، الانشطه الموازيه للمدرسه، مهم كيفاش نساعد وكيفاش نوجد للدخول المدرسي. والفيديو غيكون مليء بالافاده والافكار كما عودتكم، واللي مهتمه بالامر تبقى معايا حتى الاخير. ويلا نبداو على بركه الله. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. طه طه طه. اول حاجه سنقوم بها استعداد للدخول المدرسي، وخصوصا قبل شراء الادوات المدرسيه للاطفال، وهي انني سنقوم بجرد الادوات المدرسيه اللي كانت عندهم السنه الماضيه. طبيعه الحال في نهايه السنه الماضيه قمت بفرز للاغراض اللي كانت باقا صالحه واللي ما بقاش صالحه، وبالتالي قبل ما نمشي نشري الادوات المدرسيه الجديده فتنعمل جرد الادوات المدرسيه القديمه وتنحيها من لائحه ديال الادوات المدرسيه الجديده. هكا تنقصهم عليا، وفاش نمشي نشري ما تنشريش داكشي مضاعف او مدوبل. وكذلك انا من النوع اللي تيحب ان يخصص يوم كامل للتقدية الادوات المدرسية، بدل ما نتقدى كل يوم شوية، هكا تنحيدها عليا وتجيني احسن واخف. وواحد الخطوة كذلك ضروري ما نقوم بها قبل الدخول المدرسي، وهي أننا نكتبوا الأسماء ديال أطفالنا على كل أغراض ديالهم المدرسية. وصراحة دائما كنت نستعمل permanent markers ديال شاربي، لكن تياخذوا الوقت كثير، يعني مرات يكون عندنا اكثر من 150 قلم ولا ايتم فقط لطفل واحد، وبالتالي عمل كثير وجبار. وكذلك مرات كنت نطبعهم ستيبلز، ولكن هاد السنه استعملت هاد الاله هذه اللي تشوفوا امامكم، الصراحه اكثر من رائعه، سهلت عليا العمل بكثير، وكانت في تخفيض في ستيبلز، كانت فقط 30 دولار ولا 28 دولار شيء من هاد القبيل. وباستعمال هاد الاله فهي سمحت لي انني نعطي دوك لي ستيكرز لاطفالي، وهما اللي لصقوهم على الادوات المدرسيه ديالهم كاملين. كيف تنقول لكم دائما اشركوا الاطفال معاكم في المهمات، خصوصا المهمات اللي تخصهم هما. اما الخطوه المواليه فهي تتخص تجهيز او تحضير المكان اللي غادي ندرسوا فيه او نقروا فيه الطفل ديالنا. فاذا كان عباره عن مكتب فضروري من التنظيف ديالو، التنظيم ديالو، الترتيب ديالو، استعداد للدخول المدرسي. ولا كان الطفل ما عندوش مكتب فلا باس، لكن على الاقل الام تكون عارفه المكان اللي خصات للطفل ديالها انها تدرسوا فيه، فمثلا الصالون او فوق طاوله الاكل. وفي هذه الحاله فتنقترح الام انها تخصص واحد العلبه كبيره توضع فيها الاشياء اللي تدرس بها او الادوات اللي تستعمل في تدريس الطفل ديالها في البيت، من اقلام، من كتب، من سيديهات، حطها في ذاك البوكس او في ديك العلبه. وبهالطريقه ولو ان الطفل يتنقل من مكان لاخر داخل البيت فما غاديش تزعجوا هذه المساله، لان اغراضه منظمه مسبقا في واحد العلبه هكا. وهالطريقه فهي جد عمليه وعن تجربه. خطوة أخرى ضروري نقوم بها قبل ما ندخلوا في دوامة الروتين المدرسي، وهي تخصيص مكان لكل أغراض المدرسة. مثلا العلب اللي نضعوا فيهم وجبات الأكل المدرسة نخصوا لهم مكان في المطبخ ديالنا، كذلك اللانش بوكسز، كذلك الأحذية ديالهم، الحقائب المدرسية نخصوا لها مكان، لان الا ما قمناش بهاد الخطوه مسبقا فالبيت غادي يتكركب وبسرعه، خصوصا ان الطفل ما غاديش يعرف فين يحط الاغراض ديالو، وبالتالي غادي يوضعها في اي مكان كان، وهادشي اللي حابين نتفاداو. واحد الخطوة أخرى تنقوم بها مسبقا وهي تجهيز خزانة الملابس للأطفال. صراحة الخطوة ضرورية لأنها تتنقص واحد التوتر كبير، واحد الحيرة كبيرة تتكون في كل صباح. وكتشوفوا معايا هذه الطريقة اللي اعتمدت هاد السنة هذا، لأن هذا من اختيار بنتي،
وكيف تتشوفوا معايا فهي اختارت الفوق او التي شيرت ونسقاته مع بنطلون اللي يمشي معها هكا، وضعتهم الاثنين في العلاقه هكذا غيسهل عليها التناول ديالهم واللبس ديالهم في الصباح الباكر يعني بدون حيره. وبطبيعة الحال اللي تكلمنا على الدخول المدرسي والاستعداد للمدرسة فهذا يعني النوم بكري والفياق بكري، لهذا ما تنسوش انكم تغيروا من الروتين الصيفي الى الروتين المدرسي، وهادشي من الاحسن ان تقوموا به بضعة ايام قبل الدخول المدرسي او مهم الايام تتختلف على حسب الطفل، كل ام هي اضرب الطفل ديالها شحال ياخذ لها ديال الوقت باش يتغير او يتأقلم مع الروتين الجديد. ولا كانت عندكم النية انكم تسجلوا الطفل ديالكم في الانشطة الموازية للمدرسة فهذا هو الوقت المناسب انكم تناقشوها ما بيناتكم وتناقشوها مع الطفل ديالكم، نعم مع الطفل ديالكم ضروري ما ناخذوا الرأي ديالو، وكذلك دور الاباء انهم يشوفوا القدرات ديال الطفل ديالهم سواء كانت جسمانية او الرغبات ديالو او الهوايات ديالو او المهارات ديالو بهدف تأطروه في الاختيارات ديالو، وكيفاش غادي يختار هاد الطفل الانشطه اللي غيقوم بها. الموضوع ماشي عبث، الا كنتو تستعملوا البادجيت او ميزانيات فغتشوفوا اكثر الرياضات اللي الوقت ديالها او التايمين ديالها جاي مع الوقت ديالكم ومع السكيدجولز ديالكم، كذلك غتشوفوا التكاليف ديالها واش داخله في البادجيت ديالكم، وغتشوفوا كذلك الا الطفل ديالكم يقدر يقوم بها. الا كانوا هاد الشروط تحققوا فانا داك تنقترحوا على الطفل ديالنا هاد ثلاثه ديال الرياضات مثلا او اربعه الرياضات اللي تحققت فيهم هاد الشروط، والطفل غادي يختار ما بيناتهم فقط، ما عندوش اختيارات اخرى على حسب شنو تناسبكم حتى نتوما كاباء. ما دمنا تنتكلموا على الميزانيات اذا كنتم من الناس اللي تستعملوا الميزانيه او تستعملوا البراوات فهذا الوقت الانسب انكم تجمعوا الفواتير او تقيدوا كل المصاريف تتخص الدخول المدرسي من مشتريات الادوات المدرسيه، اللباس، احذيه، تسجيلات في الانشطه الموازيه للمدرسه وغيرها من التكاليف تتخص الدخول المدرسي، بهدف تكون عندكم فكره بشحال تتقام عليكم السنه الدراسيه ديال كل طفل او ديال اطفالكم كلها. هكذا غادي تكونوا مستعدين ماديا للدخول المدرسي ديال السنه المقبله. وكانت هذه طريقتي في تحضير الدخول المدرسي، هذا الدخول المدرسي يكون هذه السنه نوعا ما مقلق للوالدين نظرا للظروف الحاليه، خصوصا ان كاين بزاف ديال الدول اللي جبرات الوالدين انهم يبعثوا اطفالهم للمدرسه. ان شاء الله الامور تدوز على خير، غير من الاحسن اننا نوعيو اطفالنا اكثر واكثر واكثر ونكرروا الكلام على الفيروس وطريقه الحمايه منه والوقايه منه، نتكلموا لهم اليوم وغدا وبعده ونشجعوهم على الماسك ولو يكون سنهم شويه صغير، حمايه لهم وحمايه لنا، والله يحفظهم ويحفظكم تانتوما يا رب ويدوز هاد المحنه على خير. ان شاء الله كاين واحد الفيديو قادم غادي نحاول نشارك معكم فيه بعض الافكار والحيل هكا للسنه الدراسيه ماشي للدخول المدرسي اللي غتكون فيه كثير ديال الافاده باذن الله، ترقبوه. ولا عندكم اسئله او تساؤلات او استفسارات فمرحبا بها كالعاده، وبقيه نخليكم في امان الله والسلام عليكم.